وللوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية في الأسواق ينضم إلينا مراسلنا مجد دانيال من مدينة شفا عمر. مساء الخير مجد. إذن كيف تبدو هي الأجواء في المدينة وهل هناك حركة؟ نعم مساء الخير وكل عام وانت بالف خير وجميع المشاهدين بالف خير. يعني مع يعني يومين فصلانا عن عيد الفطر السعيد ونحن نتواجد الان في مدينه شفا عمر ونشاهد هناك حركه تجاريه في المحال والاسواق هنا في مدينه شفا عمر كما كل البلدات والمدن العربيه من حولنا وفي البلاد يعني من الشمال حتى الجنوب. يعني أيام معدودة بالفعل يومان ويعني بحسب التوقعات يفصلان على انتهاء شهر رمضان الفضيل ويتهيأ المواطنون العرب لاستقبال عيد الفطر من خلال اقتناء الملابس وأيضا يعني البذورات والحلويات وإلى ما آخره. يعني الحديث أكثر عن أجواء العيد يسعدنا أن نرحب بإحدى يعني أحد المواطنين هنا. حسين عرفنا باسمك. محمد أمرسات من عبلين. محمد كل عام وأنت بألف خير، يعني احكي لنا كيف شايف الأجواء في مدينة شفا عمر؟ والله أجواء التوب الصراحة، أنا من عبلين وبحس بس شفا عمر، يعني التجارة وكلياته بس بشفا عمر، أجواء العيد بس بشفا عمر، وعبلين برضه يعني منيح بس زي ما أنت شايف يعني. شو في بشفا عمر غير عن عبلين؟ كل شيء، شو كل المحلات الماركات اللي ما عندي أنا إياها بعبلين وكل الماركات المشهورة وكل الاجواء، انت بس صور وشوف. يعني بشكل عام تيجوا بالعيد قبل العيد تشتروا الاواعي الملابس مقتنيات العيد من مدينه شفا عمر؟ كله بس من شفا عمر دائما وقبل العيد واي اي وقت يعني. شكرا لك كل عام وانت بالف خير. نتعرف بنادر. نادر من وين؟ من عبلين. كمان من عبلين، اهلا وسهلا فيك. يعني حدثنا كيف شايف الاجواء انت في مدينه شفا عمر؟ بتجنن بشفا عمر، وكل عام وانتم بخير لاخوان المسلمين، عيد فطر سعيد يا رب. يعني اشتريت اواعي العيد ولا بعد؟ اشتريت تقريبا بعد اخر شوي نخلص هي نشتري. مع مين جاي اليوم على شفا عمر؟ يا مع محمد صاحبي ومع اصحاب اثنين. ويعني شو كيف مخطط، شو تخطيطك بالعيد؟ في برامج معينه حاب تعملها؟ في سفره، في طلعه، في شغل؟ في طلعه ان شاء الله، بدنا نطلع اريحة على فيلا هيك والحمد لله، يعني نشتغل ونطلع ونكيف وعيد سعيد يا رب. كل عام وانتم بخير والله يصلح العباد والله يصلح شعبنا عرب 48 وانهي هذا القتل كليات والمشاكل كليات وتضل ايد وحده كلياتنا ونعيد واحنا مبسوطين وبخير وسلامه. اهم شيء انه احنا اسلام، يعني هذا كلياته حرام حرام، خاصه شهر رمضان كل اللي صار كلياته حرام حرام. الله يصلح العباد. كل عام شفنا انه اعداد القتلى بالمجتمع العربي بسبب العنف والجريمه ارتفعت، يعني تحدث عن اكثر من 50 قتيل. يعني شو رايك في هذا اللي شهر رمضان لحاله حوالي 15 قتيل؟ يعني احنا بايام اللي هي خير انه يعني من جو البني ادم ما يسخى يساوي هذا الشيء، والله يصلح العباد، يعني فيش شيء بيستاهل صراحه يعني. شكرا لكم كل عام وانتم بالف خير، يعني وبنخليكم تكملوا كمان مشتريات ومقتنيات العيد. كل عام وانتم بالف خير. نعم يعني رماح، يعني هذه هي الاجواء من هنا من مدينه شفا عمر. يعني كما يقول لنا هنا يعني السكان والمواطنين الذين اتوا من البلدات المجاوره لمدينه شفا عمر، هم يعتبرونها مركز تجاري بسبب وجود العديد من المحلات والماركات التجاريه المعروفه محلات لبيع الملابس الكبيرة هنا، يأتون ويقصدونها لاقتناء ملابس العيد. وأيضا هناك يعني المحامص والعديد من المحال التجارية التي تجذب المواطنين والسياح من عدة مناطق إلى هنا يعني قبل العيد. وكما تشاهدون وكما تستطيع الكاميرا أن تلتقط، أيضا هناك أجواء مميزة، يعني الزينة تزين المحال التجارية هنا في مدينة شفا عمر. وإذا دخلنا أيضا إلى البلد، يعني هناك أزمة مرورية كبيرة بسبب اختناقات مرورية، لأن الجميع يريد أن يستغل هذه الأيام الأخيرة قبل انتهاء الشهر الفضيل وقبل بدء عيد الفطر السعيد لكي يقوم باقتناء احتياجاته قبل العيد، ليكون يعني حاضر بكل شيء قبل
قدوم العيد السعيد، عيد الفطر السعيد، وإلى هنا ننقل إليكم البث وكل عام وأنتم بألف خير. مجد دانيال كنت معنا من شفا عمر، شكرا جزيلا لك.